بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأحبة. نكمل إن شاء الله مشوارنا في الأن بلاست، حيث وصلنا عند الأدفانسد سويتش فيتشرز. انهينا في المرة الماضية السويتش، ولكن هنا السويتش لا تكفي مثل هذه المحاضرات، ستعلمون إن شاء الله وتعرفون قيمة السويتش وأهميته في نتوركس والمودرن نتوركس. إن شاء الله عندما ندخل في الكلام عن CCNA، فلذلك هناك كثير والكثير عن السويتش، حتى أنه في دورة CCNP تراك كامل يسمى CCNP Switching. السويتشنج شيء عظيم ومهم ورائع جدا في عالم النتوركس، ولنا في حقه في مثل هذه المحاضرات. لذلك لابد أن أنبه إلى بعض الأدفانس سويتش فيتشرز، اللي هي الخصائص أو المتقدم والمهم جدا. أولها السويتش which called Power over Ethernet PoE Trunking Port هي Monitoring، بس هو خطأ Monitoring، والبورت Authentication. ندخل إن شاء الله في Power over Ethernet. Power Ethernet هي عبارة عن تكنولوجي بتمكن الإلكتريك باور to be transmit over twisted pair Ethernet cable. احنا بنعلم انه الاثر انه الان الميديا المستخدم لنقل المعلومات احد هذه اللي هي twisted pair. التويستد بير احنا بنعرف انه بنقل داتا، لكن ايضا انا من خلال التويستد بير ممكن انقل انرجي باور، بحيث اني اتحكم في الباور للجهاز المتصل بعيد عني. فانا ممكن اوصل باور للاجهزه البعيده عني، مثل الريموت سويتش او الوايرلس اكس بوينت اللي هي تستخدم في عمليه الشبكه اللاسلكيه. ايضا وتش كولد فويس اوفر اي بي اللي هو الفي او اي بي، اللي هي الهواتف الـ VoIP وأجهزة أخرى. الآن الفائدة من استخدام هاي الـ P over E أو الـ PEOE، إن الآن أنا بصير عندي Centralized Management للباور، بحيث تمكن الـ Administrator المسؤول عن الشبكة على إنه يعمل Power Up أو Power Down للأجهزة البعيدة عنه بدون أنه يوصلها. فهذه أيضا مفيدة جدا من ناحية التحكم في الجهاز البعيد عني. طيب، هذه الأولى. الثانية اللي هي الترانكينج. الترانكينج هي عملية نقل الفيلان داتا أو المعلومات أو بيانات الداتا بين جهازين سويتش أو أكثر. احنا تكلمنا في الفيلان وشو أهمية الفيلان. الآن اعتبر هذا سويتش 1، وقلنا هذا اعتبر هذا سويتش 2، وقلنا أنه مثلا هذا سويتش 1 بيكون موجود في طابق وهذا سويتش 2 موجود في طابق ثاني. الآن سويتش 1 مرتبط عليه مجموعة أجهزة، هذول الجهازين حطيناهم في لان 0 أو في لان 0، وهذه الأجهزة حطيناها في لان 1. في الطابق الثاني عندي أيضا أجهزة بدي أخليها تدخل ضمن الفي لان 1، نفرض قسم محاسبة أو قسم الاي تي أو السيلز أو الماركتينج أو أي ما شاء الله. وهذه أيضا الفي او أو الفي لان 0 بدي نحطها مع هذه الطبقة. الآن أنا كيف بدي أسمح وهذا الجهاز موجود في طابق وهذا الجهاز موجود في طابق، اني اخلي الفيلان اللي في الطابق الاول تتصل مع الفيلان في الطابق الثاني مثلا، او الفيلان واحد موجود في الفيلان 1 الموجود في الطابق الاول مع الفيلان 1 الموجود في الطابق الثاني. لابد يكون من اشي احنا بنسميه هون ترانكينج بورت موجود على سويتش، بحيث يسمح لي بنقل الداتا بغض النظر عن الفيلان. لانه احنا قلنا هاي معلومة على الماشي ناخذها في السي سي ان اي، المعلومة هي بتقول انه البورت اما اكس بورت في السويتش اكسس او ترانك. ففي السويتش في الاكسس ما بنقل هذا البورت الا الفيلان اللي هو اصلا منتمي لها. ممكن احدد مثلا هذول البورتات طبعا طريق كونفيجريشن باعدادات، هذا كله في السي ان ان شاء الله بنعرفه، ان هاي خليها اكسس وهاي للفي لان 1 وهاي اكس في لان 2. ففي نوع من البورت لازم احدد رانكينج بحيث ينقل اي داتا لاي في لان دون انه يهتم هذه هذا في لان 1 او في لان 0. فهو زي ما تقول مطار بنقل خارج البلد بغض النظر من اي محافظه انت قادم. فهذه هو عمليه ترانكينج. ايضا البورت اوثنتيكيشن. البورت اوثنتيكيشن هي قائمه على ستاندرد بيحدد authentication للبورت، بحيث انه مش اي انسان يوصل ل هذا البورت على سويتش، بحيث اني اي جهاز اجيبه
واشبكه على البورت اللي بكون موجود اصلا في الحائط تشيكت هول، اشبك جهازي عليه وخلاص اشبك واتصل بالشبكة واستفيد من السورسز تبعت الشركة بحيث انه يكون فيها نت او اذرز. لذلك كل بورت بكون محمي برقم معين بحيث انه هذا البورت اذا نحط عليه ماك ادرس، واحنا نتكلم ماك ادرس تبع الشبكة لأي جهاز آخر غير اللي هو مبرمج عليه أو محدد عليه ما راح يوصل، فهو هذا authentication. طبعا في ستاندر اللي هو 802.1x هو المهتم بهذا الموضوع اللي بيتحدث عن تفاصيل هذه القضية، وأيضا هذا يستخدم أيضا في عملية الوايرلس security بحيث أنك الآن لما تشبك أنت على أي وايرلس أكس بوينت بطلب منك دائما وأبدا password user name authentication. عفوا نفس الخطأ هان هي مونيتورينج. البورت مونيتورينج دائما ابدا احنا عندنا الادمنستريتور، قلنا كونه ادمنستريتور وبده مثلا يتحكم في اجهزه بعيده عنه او يراقبها او يشوف كيف اداء الشبكه، ما فيش داعي انه يقوم يوصل للجهاز اذا كان موجود في كليه اخرى او في مبنى اخر او في طابق اخر، هو ممكن يعمل عليه مراقبه مسيطره من مكان اللي هو موجود فيه. لذلك ادمنستريتور باستخدام هذه الطريقه اللي هي المونيتور نتورك ترافيك اند مونيتور هاو السويتش از وركينج، هاي الخاصية أو هاي الفيتشرز بيأمنها إلو السويتش بحيث إنه يستطيع من خلال ربط السويتشات البعيدة عنه بالسويتش القريب منه أو اللي إلو أكسس عليه بحيث إنه يدخل عليه ويشوف شو موجود على هذا السويتش من بيانات أو شو بمر عبره. طبعا هناك سوفت وير معين بتحدد إلي حتى أكشف شو موجود على الشبكة وشو بمر منها. هناك عدة من السوفت وير اللي بتعمل سنيفر أو سنيفينج ل الداتا اللي بتمر على الشبكة دون أن تعطل مسارها حيث أني أعرف أنا شو بمر على الشبكة. هذا من أهم الخصائص للفيتشرز. طيب ندخل على الريبيترز. الريبيترز هو في شبه من السويتش مع فروق منها أنه الريبيتر بقوم بمعالجة البيانات من ناحية السوفت وير، لكن السويتش بقوم بمعالجة البيانات أو الداتا من خلال إشي بنسميه إحنا هاردوير الأسك. طبعا كثيرا ما في تشابه بيناتهم. عفوا اللي بتشابه بين السويتش والكلام هذا عن الهب، الريبيترز يشبه الهب، لذلك ممكن الحين تجد الهب بقولوا عنه مالتي بورت ريبيترز. الريبيترز هو بعملية بيزيد المسافة اللي بتوصل بين جهازين. نحن قلنا في المرة الماضية في مرات سابقة انه اليو تي بي بيعطيني مثلا مدة مسافة اتصال لمية متر فقط، فالان اذا كان الجهاز بيني وبين الجهاز اللي عم تتصل مثلا 200 متر، فلا بد اني احط في المنتصف قلنا اشي يعمل تقوي امبليفيكيشن للسيجنال، فقلنا احنا بنحط هب مثلا. لكن قديما قبل وجود الهب كان يستخدموا الريبيتر، وكان اكثر استخدام الريبيتر مع الكو اكسيال نتورك كونفيجريشن القديمة مثل التيم بيس 2 اللي قلنا كانت تستخدم الثين ات الثين كوأكسيال كيبل والتن. طبعا ما شاء الله الخط جميل جدا لا تحسدونا. والتن بيس 5 اللي هو ثيك كوأكسيال كيبل الآن شبه انقرضت يعني أو انقرضت ما عاد لها وجود، أصبح الهب والسويتش أصبح الهب والسويتش بغنى عنها، والسويتش أيضا تعدى وغطى أيضا على عليها. طيب البريدج عشان بس ما نتعدى عنه خلينا نحكي شوي عن البريدج. البريدج هو في شبه بينه وبين السويتش مثل ما قلت قبل ما اتكلم عن الريبيترز. طبعا دائما ابدا هيك رمز السويتش احنا بنلاقيه. البريدج ايضا في شبه كبير بينه وبين عمل السويتش، لذلك بيقولوا عن السويتش احيانا مالتي بورت ريبيتر، لكن قلنا ان الريبيتر بيقوم بعملية معالجة الداتا، فالبريدج بيقوم بمعالجة من ناحية السوفت وير والسويتش بيقوم بعملية من ناحية الهاردوير which called ايش بنسموه الاسك. اهم شيء نعرف انه في تقارب بين البريدج والسويتش. طيب نتوقف لحد هون لانه المرة الجاية ان شاء الله راح ندخل في الراوتر، والراوتر ايضا عالم واسع وكبير جدا 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 جدا، قد يكون اوسع من السويتش. لكن في الان بلس نتكلم عنه بضمن الان بلس. فتوقف لحد هون. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.